تمام، يعطيكم العافية. شرحنا بالفيديو السابق، شرحنا عن الديترمنسل للتراس، وحكينا انه الديترمنسل للتراس دائما بنعد عدد الجوينت ونضربها باثنين، بتكون هاي هي عدد المعادلات، ونمسك عدد السبورتس او عدد الرياكشن زائد عدد الممبر بيعطيني عدد المجاهيل، بقارنهم مع بعض. اذا كان عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل بيكون انستابل، واذا كان عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات بيكون ستابل ديتيرمنت، واذا كان عدد المعادلات اكبر اقل من عدد المجاهيل بيكون عندي انديتيرمنت للدرجه حسب الفرق بينهم، يعني الفرق بينهم واحد كان حاصل الطرح فبيكون انديتيرمنت فيرست اوردر، حاصل كان اثنين بيكون سكند اوردر، ثلاث ثيرد اوردر. وحكينا كمان ديتيرمنس للتراس ممكن ينقسم لاكسترنال وانترنال، اذا ما كان عندي مثلثات يعني كان التراسات ما في مثلث هون، يعني زي ما نحكي انه التراس عندي شكله زي هيك، مثلا عندي هذا التراس بس هيك مربع، وهذه عندي بين سبورت وانا نحكي كونه مش مثلثات فراح يكون unstable، لازم يكون عندي مثلثات unstable، مع انه ممكن يكون external stable بس او external determinant، بس كونه من جوا ما في مثلثات زي هذا مثلا، لا هذا في مثلثين فزي هيك، بس احنا كنا نحكي عن المثلثات فيكون unstable، اللي هو مثلا زي هذا المثال حكينا هون ما في مثلث، هذا كله معين، فالمعين لا يعتبر مثلث فكان unstable internal طبعا، فبنتبع هذا الاشي. هسه بنتعلم الميثود اوف جوينت، بس الميثود اوف جوينت هسه احنا بنعرف انه بالتراس ما عندي مومنت، ليش؟ لانه كل ممبر ومنبر مربوطين بانترنال هنج، يعني جوينت بسموهم جوينت، فالانترنال هنج بيكون عنده زيرو مومنت، فاحنا زي ما بنحكي التراس كامل كل امكنته بيكون عليها زيرو مومنت، والبن اصلا والرولر هم عباره عن زيرو مومنت زيهم زي الهنج يعني انترنال هنج، فبالتالي انا لما اكون عندي 3 ممبرز مربوطين الثلاثه بانترنال هنج شو بكون عندي؟ بكون عندي ما عندي لا شير ولا مومنت، يعني انا لو اعمل سكشن للتراس السكشن زي هيك، لما اعمل فري بدي دايجرام مثلا للجزء اليسار زي هيك الجزء اليسار راح الاقي عندي فقط نورمال فورس، ما راح الاقي عندي انا لا شير وراح الاقي عندي مومنت، راح الاقي فقط نورمال فورس لانه الانترنال هنج بشيل لي الباقي، فالتراس بيختلف عن البيم وبيختلف عن الفريم فقط بالقطع، لما تقطع بيكون عندك فقط نورمال فورس، والنورمال فورس دائما احنا بنعرف يا تنشن يا كومبريشن، اذا كانت بتاثر على الجسم داخل بالجسم يعني بيكون اسمها كومبريشن، اما اذا كانت خارج من الجسم هذا بالسترينث، اخذنا هذا الحكي فبتكون هاي تنشن. تمام، هسه راح نتعلم شيء اسمه الجوينت ميثود. الجوينت ميثود شو بتحكي لي؟ بتحكي لي بتمسك كل جوينت، كل جوينت يعني كل زاويه بالتراس، هاي زاويه هاي زاويه هاي زاويه او اي مكان في التقاء منبرات بعمل له فري بدي دايجرام. كيف يعني فري بدي دايجرام؟ هذا الجوينت هو عباره عن دائره صح، بروح برسم دائره على جنب، بحط عليها كل القوه المؤثره عليها، عليها قوه خارجيه مقدارها 500، بعدين في عليها منبرين، المنبرين يعني انا كاني قطعتهم، عملت كات زي هيك وعملت كات زي هيك، فلما اعمل كات بيطلع عندي قوه، هسه بفرضها تنشن، فعندي قوه زي هيك وعندي قوه زي هيك، فعندي هاي هاي بسميها باسم المنبر، هذا اي بي وهذا بي سي، وهي الزاويه 45 فبالتالي هذا تكون الزاويه 45، فبالتالي عندي هذا، هسه هذا لحاله هاي الدائرة والقوة اللي عليها بتكون متعرضة للاتزان، متعرضة للاتزان شو يعني؟ بدي احكي سيجما اف اكس تساوي زيرو وسيجما اف واي تساوي زيرو، هي هي معادلات الاتزان، مشان هيك كنا نحكي كل جوينت بضربه باثنين مشان اطلع عدد المعادلات، فالمعادلتين اللي بهذا الجوينت هي سيجما اف اكس وسيجما اف واي، لاحظ انه معادلات نيوتن سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت لا يشتملوا عدد المعادلات الأساسية. اللي هي بعدد معادلات التراس، عدد معادلات التراس فقط اكس واي على الجوينت بس، ما عندي معادلات للمومنت بالتراس، يعني معادله المومنت لما بدي اجد رياكشن هاي شيء ثاني ملناش فيها، فبالتالي انا عندي بس زي هيك، فهذا التحليل باخذ له بس سيجما اف اكس تساوي زيرو سيجما اف واي تساوي زيرو وبحل، يعني عندي سيجما اف اكس تساوي زيرو، شو عندي بده يكون؟ عندي 500 لليمين
فموجبه. طبعا بحكي لمين موجب، انا شغلات ستاتيك كنا منبهين عليها او ديناميك. بعدين عندي البي سي، البي سي بحلله، بي سي كوساين 45 تساوي 0. اذا بي سي تساوي سالب 500 على كوساين 45، يعني انه بي سي عباره عن كومبريشن. طيب كومبريشن لانه سالب؟ بقول لك لا، كومبريشن لانه انا فرض تنشن وطلع معي سالب يعني كومبريشن. يعني لو انا جيت ومسكت الاي بي حكيت اي بي هيك انا فرضتها اصلا، طلعت معي سالبه بحكي هي تنشن، يعني الاشاره هي عكس فرضي، فرضت تنشن بيطلع كومبريشن، فرضت كومبريشن وطلعت سالب بيطلع تنشن. فننتبه لهالشغله، الاشاره يعني عكس فرضي، انا لما رسمت البي سي رسمتها تنشن، فلما رسمتها تنشن بالتالي وطلعت معي سالب فالناتج كومبريشن، يعني هسه سيجما اف واي تساوي زيرو. شو بدي احكي؟ بدي احكي الاي بي حسب الرسمه اللي انا راسمها، هسه بي سي صارت كومبريشن عكست لفوق، بدي احكي زائد بي سي ساين 45 تساوي زيرو. فشو بتطلع معي اي بي؟ بتطلع معي اي بي سالبه، تطلع معي سالب بي سي ساين 45 يعني سالب 500 فعليا، سالب 500. فسالب سالب يعني كومبريشن، بقول لك لا سالب يعني عكس فرضي، يعني انا هاي بشطبها برجعها هيك، فلما صارت زي هيك هاي شو مالها؟ خارج من الجسم. فبالتالي اي بي هو عباره عن 500 تنشن. فاول ملاحظه بالجوينت ميثود، لما تفرض تنشن يطلع معك سالب يعني كومبريشن، لما تفرض كومبريشن يطلع معك سالب يعني تنشن. هاي اول شغله انه الاشاره هي عكس فرضي، عكس فرضي فقط، مش الاشاره السالبه لا تمثل كومبريشن، والاشاره الموجبه لا تمثل تنشن. الاشاره الموجبه تمثل انه انت زي ما انت فرضت تنشن معناها تنشن، فرضت كومبريشن يعني كومبريشن، والعكس صحيح. تمام، فهاي اول ملاحظه على الجوينت ميثود. طبعا اي سؤال جوينت ميثود، اي سؤال اي ترس بالحياه كان جوينت ميثود، بس دائما لما تبلش بلش بالمنبرات اللي عليها مجهولين فقط. يعني لو بدك تيجي على الجوينت اي، الجوينت اي في عليه اربع قوى، عليه قوه اي اكس، عليه قوه اي واي، وعليه قوه المنبر الداخلي، وعليه قوه المنبر الداخلي. لو انا فرضت اني ما اوجدت، لما قلت لك معادلات نيوتن الثلاث هذولا ما لهم دخل، ما لهم دخل بالترس، انا هذا الجوينت اي ما بقدر ابلش فيه الا بحاله واحده، اني كنت موجود الرياكشن. فبالتالي بدي اعطيك ملاحظه مهمه، انه مش دائما توجد الرياكشن بالترس، في اسئله تحتاج توجد رياكشن. يعني انا لو قال لي اوجد اي بي اي بي وبي سي، طب ليش انا اوجد رياكشن؟ ليش اروح احكي سي واي وطلع اي واي؟ ولا اصلا لو اخذت جوينت بي زي قبل شوي قدرت احله، مش شرط ابلش بالرياكشن. هاي اول ملاحظه بالترس، ما ببلش بالرياكشن الا اذا المنبر اللي بده اياه طالب رياكشن، يعني بحتاج اني اوجد الرياكشن. ثاني شيء بلش بالمنبر اللي عليه مجهولين فقط، ما تبلشش بالمنبر اللي عليه ثلاث مجاهيل، تبلشش بالمنبر اللي عليه اربع مجاهيل. هسه بعطيكم مثال نركز عليه. تمام، ثالث شغله، احنا قبل ما نفوت بالجوينت ميثود راح نتعلم سكشن اسمه زيرو فورس منبر مشان يريحنا من الحل، من الحل. وثاني ورابع شغله، او بعد شيء خامس شغله، بدنا نتعلم عن النظر. كيف يعني عن النظر؟ لو انا فرضت القوه هاي والقوه هاي، فرضت هاي مقدارها 500، فرضت القوه هاي مقدارها 400، مش 400 500 فعليا، وحكى لي اوجد القوه بالمنبر اي سي، اوجد القوه بالمنبر اي بي، انا ليش اروح امسك الجوينت اي والله زي الصغار اروح ارسم دائره احكي في الله في عندي 500 وعندي 400 وعندي اي بي وعندي اي سي؟ شوف قد ايه ضيعت حوالي 15 ثانيه وانا ارسم، بعدين اروح كمان 15 ثانيه اقول اي سي ناقص 400 تساوي زيرو، اذا اي سي تساوي 400. ليش اغلب حالي بهذا الشيء؟ لا خلص عن نظر، لما يكون عندي استقامه يكونوا المنبر والقوه على نفس الاستقامه، يعني الاي سي هاي وهاي هذول الاثنين على نفس الاستقامه، ما عندي اي قوه مائل زياده، هاي ما عندي اياها، هاي ما عندي اياها، فانا خلص بحكي القوه هاي تساوي قوه المنبر هذا. وهون كتلي نفس الشيء، عندي هاي وعندي هذا، هاي القوه تتساوي هاي القوه مباشره. ولكن لو كان عندي شيء مائل زي هيك، يعني هذا قوه خارجيه مقدارها 10 مثلا، مقدارها 100، وهاي رياكشن وهاي رياكشن،
ما بحكي لك انه هاي تساوي هاي، لا ولا هاي تساوي هاي. لا بدك تحسب حساب المية، يعني اذا في عندي ميلان ما بحتاج، يعني هذا المنبر هذا الترس، لو هذا المنبر كان زي هيك خلينا نرسمه على جنب، كان الترس زي هيك تمام عادي، افرض انه هيك الترس ماشي، افرض الترس شكله زي هيك، وهذا بن وهذا رولر ماشي، عندي هون قوة مقدارها 300. طب هذا المنبر كم؟ ما في اشي فوق صح؟ زيرو. طب هذا المنبر كم؟ هذا والله بلاحظ انه ما عندي اشي مايل هون، ما في عندي قوة مايل هون، ما عندي قوة مايل هون، ما عندي قوة مايل هون، فبالتالي هاي القوة راح تساوي 300. فهي شغلة تصير تتحكم بعيونك مباشرة، أول ما تشوف السؤال تحكي والله هذا المنبر قوة تساوي هاي القوة هاي. أما هون ما حكيت هاي، هاي راح تساوي إيش؟ هذا المنبر إيش راح يساوي؟ في عندي ميلان صح؟ في عندي ميلان، طب أنا كيف ممكن أخليهم على نفس الاستقامة؟ بكل بساطة بحكي لك خلي هذا المنبر هون. طب كيف بدي أخليه هون؟ يعني اضربه بكوسين الزاوية، اضربه بكوسين الزاوية، فبالتالي المنبر بي سي كوسين الزاوية يساوي 500. إذا بي سي يساوي 500 على كوسين الزاوية كوسين 45. فهيك أنا برضو قدرت أحل السؤال على النظر بدون ما هاي. فدائما شغلة مهمة كثير، لو طلب مني منبر يكون كله على استقامة واحدة وما عندي أي ميلان وما عندي أي منبرات خارجية زي هيك، يعني لو فرضا هذا هيك مقداره 1000 ماشي، وهذا منبر، فما بقدر أوجد الـ AC والـ AB على الاستقامة لأنه في عندي هنا إشي زيادة، إشي زيادة. أما لو كان زي هيك بالصورة عندي هاي قيمة وهاي قيمة، بقول لك ما تحل أنت مباشرة، هاي بتساوي هاي وهاي بتساوي هاي. ثاني شغلة، لو كان طلب مني المنبر بي سي، المنبر بي سي، ولو فرضت أنه معطيني هاي مش معطيني هاي ماشي، طب معطيني شيء ثاني مثلا هيك، معطيني هاي 1000، فإيش بحكي لك؟ خلص هي الألف وهاي تحليلها، هاي لو أنا هذا مسكته، هذا المنبر مسكته خليته زي هيك، بحكي إنه هاي بتساوي هاي ولكن عكس الإشارة، يعني كومبريشن، يعني إيش؟ إذا هاي 45 هاي 45، فبالتالي هاي اسمها إيش؟ بي سي كوساين 45 أو ساين 45، فرقش الزاوية 45 عنها، فبالتالي 1000 تساوي بي سي كوساين 45 على النظر. بس نحل أمثلة كثير ونحل كوز عليها، بس خليني دقيقة أوقف وأرجع. تمام تمام، فهيك هسه عرفنا ايش، عرفنا كيف نطلع القوة على النظر. بدناش نقول احنا عرفنا تمكننا منه، لا لسه ما تمكننا، بس الموضوع انه ممكن اخذته فكرته، فبدنا نكمل نحل اكزامبل. شو اذا في عندي اكزامبل؟ هذا اكزامبل بيقول لي اوجد الفورس بكل منبر لهذا التراس، هذا التراس اسمه روف تراس، باول فيديو بالتراس عرفنا انواع التراس، فبده كل المنبر. لاحظ انه السؤال زي ما تقول كثير طويل، يعني في كثير منبرات عندي، هذا وهذا وهذا وهذا. طب انا فرضا او عندي هذول القوة، شايفين عندي هذول القوة، لاحظ لو انا مسكت الشكل، يعني اول شغلة فكر بمنطق، نشوف الشكل متماثل على اليمين واليسار ولا لا، يعني الشكل لو انا حليت يمينه راح يطلع نفس يساره ولا لا. فانا لو قسمته هذا بالنص، من نص لترس، هيو من النص، لا هاي مش من النص، هاي من النص، لو حكيت كل شيء على يمينه كل شيء نفس اللي على يساره راح اقول لك اه. كيف يعني راح اقول لك اه؟ لاحظ انه هون المسافه هاي نفسها هاي، والمسافه هاي نفسها هاي، الثلاث هاي نفسها هاي، فبالتالي الرياكشن هذا راح يطلع نفس الرياكشن هذا، وبالتالي المنبر هذا راح يطلع نفس هذا، والمنبر هذا راح يطلع نفس هذا، والمنبر هذا راح يطلع نفس هذا. فبالتالي ليش اغلي بحالي واحل الترس كامل؟ لا بحل جهه واحده، مش سكشن ميثود، حل جهه واحده فالجهه الثانيه تعمم عليها، لانه متماثل، لانه متماثل، كل شيء على يمينه يساوي كل شيء على يساره من النص. يعني لو كان انا فعليا عندي بدل الثلاث هاي اربعه، كل السؤال بتغير، ما بحله على التماثل. فبالتالي باجي بحكي خلص هاي اربعه تمام، بدي اخذ جوينت دي. بس عندك حلين، جوينت دي يا برسم زي الصغار، نحكي اربعه سي دي ودي اي وبزاوية 30، وبحكي سيجما اف واي تساوي 0، وبحكي اي دي
ساين 30 زائد 4 تساوي 0، فبالتالي اي دي تساوي سالب 4 ساين 30، يعني 4 ساين 30 كومبريشن، يعني 8 كومبريشن. يا بحكي عن نظر، كونه بده المنبر المائل هذا، وهذا المنبر دائما باخذ ساين الزاوية هاي، فبالتالي الاي دي مباشرة بدها تساوي 4 على ساين الزاوية عن نظر، لأنه على الاستقامة، على نفس الاستقامة أو بميله على نفس الاستقامة، بميله مقدار هاي الزاوية، هاي الزاوية 60 في كوسين 60 هي نفسها ساين 30. طبعا كومبريشن ولا تنشن، بلاحظ انه هاي القوة راح تأثر الضغط على هذا، يعني هذا لو انا كان هيك فراح تضغط عليه، فبالتالي قوة الـ ED كومبريشن، فبالتالي ED راح تساوي AG. هاي أول شغلة مباشرة بدون ما حل، كونه ما عندي كمان reaction force، لو عندي قوة X بطلع نفسه عندي، بس لو ما فيهم reaction force. طيب CD، CD لا بديش، بقدر برضو أحله عن نظر، بس أنا ما بدي أكون برضو محترف كثير وأتخربط، لا خلينا نرجع نرسم الرسمة، يعني بقدر أحله برضو عن نظر. بحكي CD، CD شو بده يساوي؟ بده يساوي AD كوساين 30 فعليا، AD كوساين 30 شو بده يساوي؟ بده يساوي CD. طيب كيف أنا كيف جبت هاي العلاقة؟ كيف جبت هاي العلاقة؟ ارسم الدائرة اللي هو الجوينت، نوع القوة تنشن ولا كومبريشن ولا ايش؟ هسه راح اعيدها تمام، بس تمام بس، في عندي هون 4 وعندي هون CD وفي عندي هون اي دي بعد التحليل وعندي هون اي دي بعد التحليل، فانا مباشره عرفت انه اي دي اكس اي دي واي، فانا عرفت انه اي دي على الاكس هي بتساوي سي دي فعليا، بس انا خلص على النظر عرفت انه ما عندي اي قوه خارجيه على هاي، هاي راح تساوي هاي، بس ايش تحليل بتحلل كوساين الزاويه، يعني لو بدي اجي ابسطها اكثر، تبسطها اكثر، انا عرفت انه اي دي بتساوي قيمة الرياكشن اللي هو 4 على ايش؟ على ساين الزاوية صح؟ ساين ثيتا نقول، والسي دي راح تساوي ايش؟ اي دي كوساين ثيتا، فبالتالي سي دي فعليا بتساوي 4 على تان ثيتا، اكتب 4 على تان ثيتا بتطلع قيمة سي دي هي تان ثيتا اللي هي 30. هاي لو ترجع على الترسات منبر سي دي، وين سي دي؟ موجود سي دي. اذا مش موجود سي دي موجود اي بي، وين موجود اي بي؟ هيها هيها اي بي 6.92، والله حط 4 عندك على الحاسبه، 4 تقسيم تان 30 كم تطلع؟ 6.92، هيا على الحاسبه مع بعض، والله ما استعملتها على الحاسبه، بس يلا 4 تقسيم تان تان ايش؟ اربعة تقسيم تان. طيب ثلاثين تان، هاي تان الثلاثين ماشي، تان الثلاثين بوينت 577، فاربعة تقسيم اربعة تقسيم بوينت اربعة تقسيم بوينت 577 6.93 تقريبا، 6.92 ما هو تقريبا قديش طلع؟ هيو نفسه، فأنا بالتالي عن نظر عن نظر عن نظر شو استنتجت عن شغلة عن نظر؟ إنه لو كان عندي ترس، هاي حطوها نوت عادي، حطوها نوت، لو عندي ترس أو عندي أي مثلث، كيف يعني عندي أي مثلث؟ نرجع للمثلث هذا، نرجع للمثلث هذا، لو كان عندي أي منبرين، اي منبرين بينهم زاوية ثيتا، بينهم زاوية ثيتا، وعندي رياكشن فورس واحد فقط عمودي، وما عندي اي قوة خارجية، احنا بنحكي عن جوينت هاف، ما بنحكي عن الجهة هاي، بنحكي عن الجهة سي، ما عندي انا هون اي قوة، عندي فقط عندي هذا الشكل ماشي، عندي فقط هذا الشكل، هذا منبر وهذا منبر وهاي الزاوية ثيتا، بقول لك إنه مقدار القوة بي سي هي بتساوي قيمة الرياكشن على ساين الثيتا. طبعاً ما بديش أحط إشارة، بكل بساطة بقول لك إذا السهم لفوق بتكون كومبريشن، وإذا السهم لتحت بتكون تنشن، وإي سي ب
بتساوي R على تان الثيتا. وشفتوا كيف اشتقيتهم عن نظر، عن نظر. هذا الشيء انتم ورا عمركم شفتوه بالحياة، وحتى بديش اقول دكاترة، الدكاترة بجوز بدهم فترة ليشتقوا، يعني ما عمرهم شرحوا لطالب انه الرياكشن هذا بيسوي هيك، هذا الرياكشن هيك بيسوي، لا انا اشتقيتهم زي هيك ببساطة وبسهولة. خلص، فانت دائما اذا كان عندي الشكل زي هيك منبرين على استقامة والزاوية بينهم ثيتا، فهذا الناتج زي هيك. طيب راح تقول لي طيب هذا السؤال، هذا السؤال قديش الرياكشن على سي واي؟ طلع الرياكشن على سي واي كان 45 كم؟ واحد. فبالتالي هذا المنبر راح يطلع معي زي هذا، كأنه راح يطلع معي نفس الإشي، أو إذا هذا راح يطلع زي هذا. ليش؟ الزاوية 45 تان 45 واحد. فهي مشان هيك طلعوا متساويات، لأن لما حليت قبل شوي طلع معي 500. لو ترجع هسه لما تظهر الفيديو وترجع لبدايته راح تعرف إنه في إشي طلع نفس القيمة 500 و500 السبب إنه الزاوية 45. طب نرجع هسه، نرجع لهون وجدنا سي دي وجدنا دي إي. طيب بعرف إنه هذا هسه هذا الفورس جاي هون فعليا، هون جاي، بس الرسمة بصير ليش معاقب. لو هاي الثلاث مش موجودة، كمان هاي شغلة مهمة، لو هاي الثلاث مش موجودة ماشي، بحكي لك إنه هذا صفر وهذا صفر، لسه ما شرحت الزيرو فورس من بعد نرجع له. فبالتالي هذا بيساوي هذا، فبالتالي التراس خلص، فبالتالي اي اف راح يساوي نفسه اي دي، فهيك انا بكون خلصت التراس. ولكن هاي الثلاث اثرت عم، هاي الثلاث اثرت علي بس بتحلل، بتضل شغلات تحليل زوايا، شغلات تحليل زوايا زي هيك، هي نحلل ونكمل. تمام، بدناش نخش اكثر من هيك. عندي هذا التراس نفس الشيء، هذا التراس اوجد الفورس بايتش ممبر، بدي احلل، بدي اضطر احلل. طيب في شغله ننتبه عليها اللي هي هسه الزيرو فورس ممبر، هذا راح نرجع له كمان شوي، راح نرجع له كمان شوي. الزيرو فورس ممبر، الزيرو فورس ممبر هم عباره عن ممبرات قيمتهم صفر. طيب انا هذول بحددهم على النظر، بحددهم على النظر. بس دقيقه، سيما سألتيني عن كيف أحدد القوة إذا تنشن أو كومبريشن. هسا حكينا إحنا أول شيء شرحنا إذا القوة فاتت بالجسم أو طالعة من الجسم، حكينا هاي تنشن، وإذا كانت داخلة بالجسم كنا نسميها كومبريشن. نرمز لها برنامج سي كابيتال. هسا فبالتالي أي قوة بتأثر على المنبر داخلة فيه كومبريشن، وأي قوة خارجة منه تنشن. فلو رجعنا، لو جينا لهذا، جينا لهذا، هذا الرياكشن بيأثر على المنبر هذا صح؟ أو بيأثر على الجوينت. فبالتالي اذا هذا بياثر على هذا، فبالتالي هاي القوه كومبريشن. ليش؟ لان لما احلل، لما بتقطع هذا زي هيك واخذه على جنب، عندي هذا الرياكشن وعندي هاي القوه وعندي هاي القوه، فبالتالي هذا ما بيكون متزن. متى بيكون متزن؟ اذا هاي نزلتها لتحت، هاي نزلتها لتحت، فاذا هاي نزلتها لتحت هاي راح تساوي هاي، يعني هاي راح تطلع. فإذا هاي طلعت فهذا المنبر زي هيك، فبالتالي أثر على الجسم، أثر على الجسم يعني صار كومبريشن، صار كومبريشن. الموجب والسالب كيف؟ الموجب والسالب كيف؟ طيب إذا أنا حكيت عندي بيم وعندي هذا ار اكس اي ار اي وهذا ار بي، وعندي هون لود لفوق مقداره 10، وهي مقدارها واحد وهي مقدارها واحد، يحكي مجموع المومنت عند الـ A تساوي زيرو. فراح أحكي أنا عندي 10 في 1 زائد RB في 2 تساوي زيرو، بالتالي RB تساوي سالب 5. سالب شو يعني؟ يعني إنه الـ RB لتحت، الـ RB لتحت، يعني عكس ما أنا فرضت، فرضت لفوق وطلعت سالب يعني لتحت. طيب لو أنا فرضت، بس تقفل الماوس، انا لو فرضت انه التنشن هيك
وانا دائما هيك او مش هيك، فرضت انه هذا الجوينت بي زي هيك، هذا اي بي، هذا اي بي، اي بي فرضته طالع من الجسم، فرضته ايش يعني؟ فرضته تنشن وطلع سالب، طلع معي سالب، يعني اخذت سيجما اف اكس سيجما اف واي، طلع معي اي بي سالب، طلع معي سالب. شو يعني سالب؟ يعني عكس ما انا فرضت، عكس ما انا فرضت. شو يعني؟ يعني اذا انا فرضت تنشن فبالتالي بصير كومبرشن، ولو انا فرضت كومبرشن وطلع سالب بصير ايش؟ تنشن. وصلت ولا اكتبها كتاب على الشاشه؟ خلينا نكتب على الشاشه. لو انا فرضت المنبر تنشن وطلع سالب فالمنبر كومبرشن. طلع سالب فالمنبر بس. هاي الملاحظة، هاي فرصت التنشن طلع سالب في المنبر كومبريشن، فرصت الكومبريشن وطلع سالب المنبر تنشن. بس يعني ما ندقق عليها، هاي فرضوا دائما تنشن وخلاص، لا تفرضوا كومبريشن، لا تفرضوا كومبريشن، العفو. طيب نرجع للزيرو فورس منبر على السريع، هو الزيرو فورس منبر ما راح ياخذ خمس دقائق بس يعني فترة الزوم. الزيرو فورس منبر هم عبارة عن قوة بالمنبر قيمتهم صفر. طيب ليش بنحطهم؟ بنحطهم عشان الاستابيليتي بس، نتذكر عدد المعادلات وعدد المرجعية حتى لو قيمته صفر، لأنه بأي لحظة بأثر عليه بالعدد بصير له قيمة. طيب عندي هذا التراس، هذا التراس قبل ما أحله جوينت ميثود، أمسك جوينت A أو جوينت B أو جوينت D وأحل. مش حكينا دائما لما نبلش بالجوينت ميثود بنحل كل ممبر عليه مجهولين فقط، يعني جوينت C عليه بقى فقط هذا المجهول وعليه هذا المجهول، فبالتالي بقدر أحله. طيب لو جيت على جوينت B راح ألاقي عندي هذا معلوم صار، هذا مجهول، هذا مجهول، هذا مجهول، في عليه ثلاث مجاهيل، فبالتالي ما بقدر احله. فطيب انا ممكن اوصل لمرحله اني اقدر احله، كيف؟ اني اشيل القوى اللي بالمنبر اللي قيمتهم صفر. طيب كيف انا بدي اعرف هذا المنبر قيمته صفر او لا؟ كيف بدي اعرف اذا قيمته صفر او لا؟ بقول لي في عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا كان عندي منبرين الزاويه بينهم مش 180، الزاويه خلينا نكتبها كتابه، منبرين الزاوية بينهم مش 180 وما عليهم أي قوة خارجية، وما عليهم أي قوة خارجية، يعني هذول الزاوية بينهم 90 صح؟ في قوة خارجية؟ لا، بالتالي هذول الاثنين صفر، سي دي وسي بي صفر. يلا بنيجي للجوينت A، جوينت A الزاوية بينهم ثيتا لا تساوي 180، 180 يعني هيك، هيك يعني 180، وهذا الجوينت يعني زي هذا وهذا، هذا الزاوية بينهم مش 180، الزاوية بينهم 180 فبالتالي هذا مش صفر، تمام؟ تمام. فأي منبرين عليهم الزاوية بينهم مش 180 وما عليهم أي قوة خارجية برضو قيمتهم صفر. لاحظ إنه لما هذا صفر وهذا صفر الجوينت بي صار عليه فقط مجهول مجهولين، صار فقط مجهولين عليه، صار بقدر احله هيك، بقدر احله بدون ما اوجد الرياكشن. يعني انا فعليا قدرت اوجد كل القوة بالتراس بدون ما اوجد الرياكشن، بدون ما اوجد الرياكشن. فهي هي اول حالة، اذا عندي منبرين الزاوية بينهم مش 180 وما عليهم اي قوة خارجية. تمام، الحالة الثانية، اذا عندي منبرين على استقامة واحدة، يعني الزاوية بينهم 180 وكان في منبر ثالث طالع منهم وما عليه أي قوة خارجية، فبيكون قيمة هذا المنبر تساوي صفر. وإذا في قوة خارجية على استقامة المنبر بيكون قيمة المنبر تساوي قيمة القوة الخارجية. طيب نشرحها، هاي الملاحظة نشرحها، نروح على وايت بورد. شو معنى هاي؟
لو كان عندي منبرين على استقامة واحدة، يعني عندي ترس زي هيك، هذا ترس، أي منبرين على استقامة واحدة. شوفوا المنبرين على استقامة واحدة، لاحظ أنه فقط هذا المنبر وهذا المنبر هم اللي على استقامة واحدة، يعني على نفس الاستقامة. يعني لو ما ظليتك مات خط، هذا الخط بيلتقي فيهم الاثنين، تمام. وفي منبر ثالث، منبر ثالث طالع منهم، أيوه في منبر ثالث طالع منهم صح، عليه قوة خارجية، في عليه قوة بي أو 50 30 40، لا، فبالتالي هذا زيرو، هذا زيرو. طيب وإذا كان في قوة خارجية على استقامة هذا المنبر، يعني لو عندي قوة مقدارها 10، بقول لك قيمة المنبر هذا بتصير قيمتها 10، مفهومة؟ ركزوا فيها، منبرين على استقامة واحدة وما عليهم أي قوة خارجية، يعني لو بدي أجي لهون أرسم منبر ثالث زي هيك عادي، هذا ترس، لاحظ إنه هذا وهذا على استقامة واحدة، ولكن في منبر طالع منهم، فبالتالي ما بتنطبق على هاي الحالة. ولكن لو أنا شلت هاي، لاحظ إنه هذول طيب كانوا على نفس الاستقامة، كانوا على نفس الاستقامة، منبر ثالث طالع منهم، فهذا الثالث قيمته صفر، ولو في لود زي هيك على نفس الاستقامة مقدارها 10، فهي قيمتها 10. ارجعوا فوتوا على الرابط مرة ثانية، يعطيكم العافية، نرجع من هنا.